أسئلة واستفسارات حول العلاج بالماء الساخن وفوائده الصحية والعلاجية للدكتور فارس الحجري، مكتشف العلاج بالماء الساخن. هل أكل طبيعي خلال فترة العلاج؟ وهل أستمر على الأدوية؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان. هل أكل طبيعي خلال مواصلة برنامج الصحي وعلاجي لطريقة تناول الماء الساخن، وهل أستمر على الأدوية؟ أول شيء بالنسبة لأكل طبيعي، هناك حلقة نزلناها وتحدثنا فيها بحيث أن الماء الساخن يغطي ما نسبة الحاجة ممكن يحتاج الإنسان من كمية الطعام، ما يعادل 50% إلى 70%، وأحيانا قد يصل أحيانا ببعض الأيام إلى 90%. يعني كيف هذا؟ أنك تخفض كمية نسبة كمية الطعام التي تتناولها يوميا بشكل يومي بهذه النسبة التي ذكرنا فيها. كيف؟ طبعا باختصار، لأن الماء الساخن ينقل الطاقة الى خلايا الجسم بالترطيبه، طبعا استنادا على القانون الديناميكي الحراري الاول، حيث انتقال الطاقه من جسم الساخن الى جسم بارد. فجسم الانسان درجه حرارته بشكل طبيعي 36.5 الى 37 درجه مئويه. الماء الساخن الذي ننصح للمراهقين وما فوق وكبار السن 50 درجه مئويه، ولدى الصغار 40 درجه مئويه. اذا هنا هي الطريقه الوحيده المتميزه بحيث تنتقل الطاقة الطبيعية بالترطيب إلى الجسم دون أي مجهود، دون أي صعوبة. وهذا واحد. ثانية، الماء الساخن لا يترك نفايات، لا يترك مخلفات اللي هي تعتبر نفايات السموم، وهذه مخلفات هي ناتجة من التمثيل الغذائي. هذه النفايات هي كما ارتأينا تؤدي إلى ما يعادل 90% من الأمراض التي يصاب بها الناس. لذلك ممكن تفادي هذا، لأن تناول الطعام يفضل أن تقلل من كمية الطعام. وطبعا إذا كان هناك في اتباع برنامج صحي غذائي سليم أفضل، وبالعدم تقليل بأي حال من الأحوال يتطلب إلى تقليل كمية الطعام التي تتناولها بشكل يومي. لذلك تترك ما يسمى الإفطار صباحي، الريوق أو الغداء أو العشاء، فقط تتناولها عند الضرورة وعند الإحساس بالجوع، عند الحاجة بها، وبكمية ضئيلة جدا. وبالتالي الماء الساخن يغذي الخلايا. سبب أن الإنسان يحتاج إلى تناول الطعام هو لعدة أسباب، واحد منها الأساسية نقل الطاقة إلى الخلايا، توفير الطاقة للخلايا عن طريق التمثيل الغذائي، أي الإنزيمات تقوم بعملية تكسر الأطعمة اللي هي مواد مثل الخبز والعيش اللي هي مواد كربوهيدراتية إلى إنتاج جلوكوز وسكر دم. وبالمقابل تقوم الإنزيمات بكسر هذا السكر اللي هو جلوكوز في الدم لإنتاج طاقة للخلايا. وبالنسبة للمواد الدهنية كاللحوم ومواد اللي فيها نسبة من الدهون، تقوم الإنزيمات بكسرها والإنتاج أحماض دهنية. وبالمقابل مرة أخرى تقوم الإنزيمات بكسرها مرة أخرى لإنتاج الطاقة للخلايا مرة أخرى. بالنسبة للمواد البروتينية مثل الأسماك واللي هي مشبعة بالبروتين، مواد بروتينية، هذه طبعا الإنزيمات تقوم بكسرها لإنتاج أحماض أمينية، وأحماض أمينية هي مفيدة جدا لبناء الأجسام، لبناء العضلات وكذا. لذلك الرياضيين يحتاجون المواد البروتينية في بناء أجسامهم، وهذا مفيد أيضا، وكذلك إنتاج الطاقة للخلايا. لذا إذا ارتأينا من خلال هذه العناصر الثلاثة، نحتاج الإنزيمات في عملية كسر هذه المواد الأساس إنتاج الطاقة للخلايا. لذلك الماء الساخن ينقل الطاقة إلى الخلايا بالترطيب، وهي حالة متميزة، ولا يترك الماء الساخن لا يترك نفايات، لا يترك مخلفات الأطعمة. الماء مجرد هو ماء ساخن بدرجة حرارة اللي ذكرناها، أما الأطعمة هي تترك مخلفات، تترك نفايات كما أسلفنا، هي تسبب مشاكل صحية كثيرة.
هذا مختصر. السؤال الثاني ما يتعلق بالأدوية، هل أتناول أدوية كالمعتاد؟ طبعا العلاج بالماء الساخن علاج طبيعي، نحن ليس مختصين ولا نملك الصلاحية نمنع أحدا في توقف تناول أدوية. شخصيا نحن لما بدأنا العلاج بالماء الساخن في عام 2007 لما اكتشفنا هذا من خلال تجربة في المطبخ لاستخدام الماء الساخن والماء المغلي في بقايا الطعمة في الصحون، لذلك لما اكتشفنا بدأنا العلاج بالماء الساخن توقفنا من استخدام الأدوية، كما طبعا هناك شهادة من لجنة طبية للمستشفى الحكومي الذي كنت تلقي العلاج، مستشفى معروف جدا في سلطنة عمان، مستشفى شرطة عمان السلطانية، وقريبا سننزل هذه الشهادة في اليوتيوب، طبعا نزلناها على مواقع إلكترونية. وبذلك لما بدأنا توقفنا استخدام الأدوية لأن وجدنا شخصيا أن الأدوية كان تضرنا أكثر ما كان تنفعنا، لذلك لم تكن تعالج أسباب المرض بل أعراض المرض، وكانت هي تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي وبالتالي أصاب بمزيد من الأمراض المزمنة، وهذا طبعا جعلنا نحن نترك الأدوية ومن ثم نقرر نحن نستخدم العلاج بالماء الساخن. وكذلك شيء ثاني، لأن أنا طبيب أعالج بالعلاج الطبيعي ليس من اختصاص، الذي الطبيب الذي وصف للمريض الأدوية هو الذي صلاحيته أن يوقف المريض استخدام الأدوية أو من عدم أو تخفيف الأدوية، لذلك أنا نريد أن ندخل في اشتباك مع أي جهات أو مع أطباء فيما تعلق في استخدام الأدوية، لذا استخدام الأدوية هذا من شأن المريض بنفسه أو الشخص الذي يتناول هذه الأدوية ومع الطبيب الذي وصف له تلك الأدوية، لكن طبعا لا يمنع ولا يخفي عليكم أن وقفنا ومنعنا أفراد أسرتنا وهي زوجتي وولدي قيس وسامي استخدام الأدوية حتى الآن 10 سنوات لم يستخدم أحد منهم الأدوية إطلاقا، فقط نستخدم نواظب على البرنامج الصحي والعلاجي للماء الساخن بشكل يومي، وكذلك نستخدم الأساليب الصحية والعلاجية المساعدة، وكذلك نستخدم العلاج السريع للحالات الطارئة للحالات العاجلة، سبيل المثال إصابة بصدع أو التسمم غذائي أو القية أو ألام شديدة في المعدة أو زكام أو نزلة برد الحمى مثلا أو كحة أو سعال، كل هذه كلها مشاكل بسيطة، حتى حالات أخرى تستدعي إلى استخدام العلاج للحالات الطارئة أو العاجلة بواقع تناول لترين ماء ساخن موزع على 4 فترات بواقع نص لتر كل نص ساعة، خلال ساعتين يكون الإنسان لابد يكون أكمل تناول لترين من الماء الساخن، هذا طبعا الاستجابة السريعة، لذلك يكون قد غطينا الاستفسار وسنأتي بالمزيد من الحلقات ما يتعلق بالاستفسارات التي تورد إلينا من وقت آخر، طبعا لدينا مئات استفسارات ولا نستطيع أن نغطيه مرة واحدة، ولسنسعى إلى تنزيل حلقات مختلفة حتى لتخفيف الاستفسارات الواردة إلينا، وكذلك نستطيع أن نساعد بقدر مستطيع، نساعدكم نساعد كل إنسان بحيث يستطيع يحقق الصحة الوفيرة، يتمتع بصحة طبيعية جسديا نفسيا أي عاطفيا وعقليا وروحيا، هذا هو هدفنا وهذا هو الهدف الذي قدنا نحن نتوجه إلى أكبر دولة متقدما في الأبحاث العلمية والمعملية، الولايات المتحدة الأمريكية تنفق مليارات من الدولارات ما يتعلق بأبحاث علمية متقدمة Advanced Research and Development، ونسأل الله تعالى يوفقنا بهذه الأبحاث حتى نخدم للبشرية، نخدمكم ونخدم الأمة البشرية دون أي قيد أو تقصير أو عنصرية أو بعيدا عن أي شيء ممكن يفرق ما بين الناس، فقط إنه هو اللهم هو إنسان يستحق أن العناية ويستحق بأن يعيش وله الحق بأن يعيش حياة صحية كريمة صحية متكاملة، لأن خلق الإنسان في أحسن تقويم أحسن خلق. هناك ملاحظة مهمة جدا أردنا نلفت انتباه بأن عندما تحدثنا عن تخفيض كمية الطعام التي يحتاج تتناولها بشكل يومي كما أسلفنا، وهي نسبة ما يقارب 50% إلى
70% وأحيانا 90%. تذكر بأنك أيضا لديك مرة في الأسبوع الحد الأقصى، بس ممكن مرتين أحيانا وليس دائما، لكن ننصح أن تكون تلتزم على مرة في الأسبوع. تأكل أي كمية التي تناسبها من الطعام وأي نوع من الطعام اللي تريد تتناولها حتى ترضي نفسك من نتيجة لهذا النظام الغذائي الجديد الذي تقدمنا قبل قليل بشكل يومي لتفادي تأثير من أثار سلبية من نفايات الأطعمة التي تؤدي إلى كثير من الأمراض من تفاقم الوضع الصحي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرجى التكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاص للدكتور فارس الحجري، نشرها على الآخرين ليستفيدوا كذلك، تسجيل ملاحظاتك، تسجيل تجربتك، فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم